السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً نحييكم ونشكركم على الحضور. طبعاً هذه مبادرة من مبادرات قسم الاتصال المؤسسي والسعادة للمتعاملين اللي تقدم خدمات تهدف لتعزيز الصحة العامة للأسرة العاملين في هيئة الأوراق المالية السلع. طبعاً احنا يسرنا دعوتكم لمتابعة المحاضرة التوعية حول كيفية التعايش مع فيروس كورونا كوفيد-19 في العمل. طبعا هذا التنظيم بيكون مع مركز ابو ظبي للصحه العامه، وستقدم لنا الدكتوره عائشه الظاهري رئيس قسم التثقيف الصحي وبرامج الصحه العامه هذه المحاضره، لكي يعني نتعرف على ما هي الامور والاحتياطات التي نقدر نستخدمها اثناء تواجدنا في هذا العمل. طبعا هي قالت ان هذه المحاضره تعتبر محاضره الزاميه، وايضا قالت ان شاء الله اللي بيحضر راح يحصل على شهاده، واكيد الكل راح يستفيد من هذه المحاضره، ونتمنى الكل له الفائده. انا طلبي بس ان كل واحد يسكر يعمل ميوت على الصوت عنده، واذا في استفسار اي شيء ممكن يرفع ايده، والمحاضره في ما قلت لكم مسجله، واللي حاب يظهر على الشاشه راح نكون مسرورين بوجوده معانا، وان شاء الله راح ننظم معاكم موضوع الاسئله من بعد ما تخلص معنا الدكتوره المحاضرة. دكتورة عائشة تفضلي، عندك الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بصراحة سعيدة وشرفني وجودي معاكم اليوم والاستضافة الطيبة هاي، وأتمنى أن الجميع يكونون بصحة وسلامة وعافية. طبعا مثل ما ذكر الأستاذ الفاضل أن هذه محاضرة تعتبر ضمن سلسلة محاضرات العودة إلى العمل الإجبارية اللي عاملينها نحن جميع مؤسسات حكومة أبو ظبي، والحضور لها يعتبر إلزامي، وبعد الحضور في استبيان راح أتطرق له بعد خلال المحاضرة كيف نعمله. نبدأ طبعا بالمحاضرة على أساس أن بعد ما نأخركم. طبعاً نحن في ظل الثقافة الصحية الكبيرة اللي صارت، تبارك الرحمن ما شاء الله عليكم كلكم ملتزمين أنكم تأخذون المعلومة الصحية الصحيحة، وعملنا المرحلة الأولى بحيث أن نثقف الناس شو الواجبات والتدابير الوقائية اللي لازم يعملونها في الوقاية من المرض. الحين دخلنا على مرحلة ثانية اللي هي العودة إلى العمل، الحين العودة بنمط حياة جديد باتباع العادات الصحية الصحيحة أساساً نحمي أنفسنا. فبس مجرد أن مراجعة بسيطة للفيروس ومن وين طلع، أكيد الكل يعرف أنه طلع من مدينة ووهان في الصين، مجموعة من الناس صابت بالتهاب رئوي، وبحثوا في الموضوع لقوا أنه مرتبط بالسوق والمأكولات البحرية، يعني بحثوا أكثر لقوا أنه مرتبط بموضوع انتقاله من حيوان إلى إنسان. طبعا عرف الفيروس كاسمه فيروس سارس كوفي 2، لأنه من مجموعة عائلة الفيروسات التاجية، والمرض عرف اسمه ب كوفيد-19. طبعا شو أهم الأعراض؟ مهم جدا نعرف الأعراض على أساس أنه خلاص الحين إحنا نرد نلخص شو أهم المعلومات الصحية المفروض نعرفها لهذا المرض. فالتهاب الحلق، العياء الشديد، السعال، الحمى، آلام في الجسم، والصداع، وضيق في التنفس. هذه كانت الأعراض اللي دائما نحن معلنين عنها. في بعد الدراسة طبعا هذا الفيروس متجدد، دائما نعرف عنه شيء جديد. ففي أثبتوا أن في بعض الأعراض مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، في بعض الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي ممكن مثل القيء أو الإسهال، بس هاي حالات جدا بسيطة. هذه الأعراض ممكن تطلع كلها، ممكن يطلع واحد أو اثنين منها، ممكن ما يطلع ولا واحد منها إذا كان الشخص مجرد مصاب وحامل للمرض بس ما يطلع عليه أعراض. ممكن هذه الأعراض تي خفيفة وممكن تي شديدة، وهذه شدتها تتراوح ممكن توصل لمرحلة المتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي والوفيات لا سمح الله. الشيء الثاني المفروض نعرفه الحين، عرفنا كيف عرفنا المرض، عرفنا عرفنا الأعراض المرض، الحين مهم جدا نعرف كيف ينتقل المرض. فأهم طرق لازم نتعلمها اللي هي أساسيات انتقال المرض. المرض إذا فهمناه كيف ينتقل راح يكون سهل جدا عندنا نتجنب انتقاله لنا. فأول شيء اللي هو من خلال الرذاذ الملوث من الطاير في الهواء، من
شخص مصاب إلى أشخاص غير مصابين بالمرض. طبعاً إذا تكلمنا وقلنا رذاذ ملوث متطاير يعني معناته إذا الشخص تكلم ممكن ينقل، إذا الشخص سعل ممكن ينقل، إذا الشخص عطس ممكن ينقل. فمهم جداً نتأكد ونتعلم أساسيات انتقال المرض أو الفيروس هذا. الطريقة الثانية اللي هي كيف الشخص ينقل، أو الشخص اللي هو تكلمنا عن الرذاذ لما الشخص يعطس أو يتكلم أو يسعل، الرذاذ هذا راح يحط على سطح معين. الشخص الثاني ممكن يلمس السطح هذا وبعدين يلمس عيون العين أو الأنف أو الفم، وراح ينتقل الفيروس له وراح يصدر وراح يصبح مصدر للعدوى. فمهم جدا نعرف الطريقة الثانية لانتقال العدوى. الطريقة الثالثة إنه هي الشخص نفسه يكون على قرب من شخص مصاب، وهذا الشخص يكون جدا يعني متعامل مع كل الأدوات الشخصية مع الشخص، فرذاذ الشخص المصاب راح يجي بشكل مباشر على هذا الشخص وراح ينقل له المرض. عشان كذي دائما نقول على الإجراءات الوقائية اللي هي أساسية الخاصة بالعادات الصحية مثل غسل اليدين والتباعد الجسدي، لأن هذا هو نقطع فيه المراحل أو الطرق اللي تنقل المرض. الحين ما هي التدابير الوقائية؟ مهم جدا، فهمنا إذا انتقال المرض، فهمنا عن المرض، عرفنا الأعراض، الحين سوء العمل. ففي بيئة، سواء في بيئة العمل أو بيئة خارجية، مهم جدا نركز على الممارسات العامة للوقاية. غسل اليدين باستمرار مهم جدا، هذه أهم طريقة في التحكم في انتشار العدوى وحماية نفسك من العدوى بشكل عام، خاصة العدوى التنفسية والأمراض المعدية الأخرى اللي ممكن تصيبك من خلال اليدين. نغسل يدينا باستمرار. غسل اليدين يا أخواني ما يصير بس غسل يدين بسيط الروح، لا، القاعدة الذهبية هي أنك تغسل يديك بالماء والصابون تحت الماء الجاري لمدة 20 ثانية. حتى ببالكم تبون تعدون من 1 لـ30 و1 لـ20، تبون تغنوا لكم أغنية معينة، تبون تسوون لكم مهم، حط لكم شيء خذوه بطريقة إيجابية وعلموا حتى الصغار. لما تغسلون يديكم على ماء جاري تحطون الصابون، دائما تتأكدون الطريقة الصحيحة، يعني باطن اليدين، الخلف، بين الأصابع. الحركة اللي هذه الميكانيكية هي هذه هي الحركة الميكانيكية اللي تخليك تخلص من جميع الميكروبات على اليدين. لا ننسى الإبهام، لا ننسى الرسم، لا ننسى قيل الخطوط تحت الأظافر. دائما الحريم اللي يلبسون خواتم أو يلبسون مجوهرات تأكدون أن حتى هذيل لازم يتنظفن، لأن إذا خلوتوهم ممكن يكون سطح لنقل الفيروس. خلصنا. إذا كنا في البيت أوكي، إذا كنا في مكان عام استحسن أن لما نبند الماء نبند بكلينكس، والكلينكس هذا متخلص منه، والكلينكس ثاني أو نفسه نستخدم فيه لفتح الباب. ليش؟ عشان تخيل لو تغسلت يديكم صرتم تاخذون ميكروبات ثانيه تسببها لهذه النقطه. هذا بالنسبه للقاعده الذهبيه للوقايه من العدوى. اذا ما حصلنا، طبعا هذا مهم جدا في حال كنا نشوف اوساخ على اليد، لازم ما يصابون، ما يفيد المعقم. المعقم لما ما يكون في اوساخ بارزه احنا نشوفها ممكن نستخدم المعقم اللي يحتوي على اقل شيء 60% كحول. هذا المعقم بعد نفس الشيء، نفس الطريقة اللي خبرتكم إياها، بس نتريا يجف. فرق بينه وبين الماء والصابون، نتريا المعقم يجف تماما عشان يعطينا الفائدة اللي هي تحمي إيدينا. الشيء الثالث اللي هو عند العطس والسعال، يا نستخدم الكلينكس، مهم جدا العطس والسعال. ما نعطس بعدين نحط كلينكس، ما يصير، لازم نعطس ونسعل فيه ودائما نتخلص منه، لأن للأسف ترى يعتبر سطحي إذا ما تخلصون منه. فدائما تتخلصون من الكلينكس. إذا ما لقيتوا كلينكس يستخدمون باطن الكول، كحول تسعلون فيه. هذه العادات علموا فيها عيالكم من الصغر، يعني انتم تعلموها وعلموا عيالكم، لانها هي عادات صحية مهمة جدا في انتشار اي عدوى خاصة التنفسية، فننتبه لهذا الموضوع. الحين طبعا اكثر حماية لكم فرضوا عليكم الكمام. ليش؟ لان مثل ما قلنا وين الانتقال من الرذاذ، فنذكر المجرى اللي هو ممكن يؤدي الى الاصابة. نحمي نفسنا، نتخيل نحن مصابين وغيرنا مصاب بالشارع، فعشان كذي الكمام الزامي. نفس الشيء الكمام لما نلبسه على طرف خاصة الحين بروحكم كيف، بس دائما نتأكد نتخلص من الكمام والمحارم الورقية في سلة المهملات. وبعد ما نخلص نغسل يدينا. الحين الكمام قبل ما نلبسه نغسل يدينا بالماء والصابون أو نطهرها أو نعقمها بالمعقم. لما نلبسه ناخذه نعتمد، أنت شو تبغى، أنت أي نوع تريد، شوف الأنواع عندكم.
95 عندكم القماشي عندكم الجراحي وعندكم هذا اللي هو نوعا ما بين الجراحي والطبي. طبعا هذيلا يعتمد على الشخص هو يرتاح. طبعا N95 اكثر شيء يستخدمونه الناس اللي مقدمين الرعايه الصحيه لانه يحد من التنفس وايد يعني صعب انك تتنفس. اما القماشي والجراحي هذا ممكن اي حد يستخدمه هذا عادي استخدامه. الجراحي اذا استخدمته استخدام واحد فقط ودائما مثل ما تاخذونه من البوكس تحطونه تتاكدون تمسكونه من الخيط جنبه وتمسكونه من الوسط كله بالنسبه لكل الكمامه. اذا حال المسوع على طول غسلوا يديكم ما يصابون لانه ممكن يكون في ميكروبات. دائما يوم تتخلصون من العبء والسعال يكون فيه مش النزله. ما النزله خاصه الحين ببيئه العمل ما النزله الا لما نكون بروحنا لما نكون في ناس معانا انتم حاطينه حمايه لنا ولغيرنا. لما نتخلص منه من الخيط ونتأكد أن نغسل بعد يدينا بماء الصابون أو نعقمها بعد الاستعمال. مثل ما قلت لكم الجراحي مرة واحدة، القماشي يلبس أكثر عن مرة بس لازم لما ترجعون البيت تغسلونه بماء الصابون باستمرار عشان يكون نظيف. التدابير الوقائية الأخرى اللي حين تراجعين أنا عارف الناس فيها رجعة بشوف للعمل فبيكون في مصافحة وبيكون في عناق وتقبيل فنتمنى أن نتجنب هالأمور كلها ونسلم من بعيد بإتيكيت وبطريقة ولباقة وحتى موضة جديدة. مهم جدا أن نخلي تباعد جسدي بيننا وبين الموظفين والزملاء ونركز على العطس والسعال الغطي يابس باطنك وعيابس لنك. مهم جدا نتجنب الازدحام ما يعني ما نكون في تجمعات. احنا خاصة الحين راجعين كل الناس ما تنتبه نفسها تتكلم سولف يعني ترد عن خبراتها عن تجاربها فبلا وعي ممكن نكون تقربون بعض ما تعرفون يمكن واحد من هذيل الموجودين بعد حامل المضرب وهو ما يدري وينطلق فننتبه لهذا الموضوع. الحين امور اخرى لا تصل التدابير الوقائية هي الحجر الصحي والعزل الصحي. الحجر الصحي لازم تفهمون الحجر الصحي يطبق على الأشخاص اللي اشتبه أنهم مخالطين أو العاملين في القطاع الصحي أو المسافرين. هذه ليش يقولونها؟ هذه لأنتم مطبق عليكم حجر صحي لـ14 يوم. يمكن سمعتوا أكثر الحالات اللي للأسف زادت الحالات اللي في المجتمع لأن هذيل الفئات مش طايعين يلتزمون بالحجر الصحي اللي هو لمدة 14 يوم في المنزل. فحتى طلعوا لاحظتوا مخالفات وحطوا يعني أنه في ناس خالفت حطوا صورهم ونشروهم للأسف لأن اضطروا يوصلون لها المرحلة لأنه مهم جدا أن الناس تساعد بعض في اتباع الإجراءات الوقائية. العزل هذا يكون في المستشفيات لما الأشخاص تظهر عليهم نتائج وأعراض أو نتائج فحص الموجب وعندهم أعراض هذيل يحطونهم بعزل خلاص على أساس هذا عزل صحي طبي في المستشفى يراقبونهم ما أحد ثاني يدخل عليهم ويكون تحت شروط صارمة جدا بحيث أنه يتعالج يتلقى العلاج بأفضل طريقة وفي نفس الوقت ما ينقل العدوى لغيره. وطبعا جهود الدولة كنت شفتوها كبيرة في هذا الموضوع. في الحجر الصحي دائما جنبه تطلعون من البيت للمدرسة أو الأماكن العامة ما حد من الزوار يجيكم وتجنبوا استخدام وسائل النقل العامة. يعني دائما تكون إذا اضطريتوا تطلعون أفضل وسائل خاصة ويكون لابسين كمام والأفضل حتى القفاز لأن أنتم خلاص مطبق عليكم حجر صحي. لازم تكون في بيئة أو مكان أو غرفة جيدة للتهوية ويكون الباب مسكر خلاص لكم بس هذا حجر لأنه فخلاص لازم تكون بروحكم. خذوا الموضوع بناحية إيجابية يعني في وايد أمور ممكن نعملها وايد ناس أثبتت وايد تجارب يعني إحنا وايد تعلمنا من خلال الفترة هذه جلوس في المنزل في وايد أمور حلوة ممكن نعملها وراح أطرق لكم لتعزيز المصحة الصحية بعد شوية وكيف نقوي المناعة. طبعا نتجنب الناس اللي وصلونا نتجنب تواصل مباشر بيننا وبينهم نخلي دائما المساحة ونطهر ونصح باستمرار ونعقمها خاصة للناس اللي يكون بسبب في الحالات. كيف التطهير والتعقيم؟ يا تستخدمون المواد المعقمات اللي فيها 70% كحول يا تستخدمون المبيض مكيال واحد من المبيض تحطونه في 50 مكيال من الماء تخلطونه على بعض عشان التخفيف. ولما تستخدمون المبيض في التعقيم لازم تتأكدون أن الدرايش والنوافذ مفتوحة عشان ما يسبب لكم أعراض تنفسية وتخلون في تهوية في المكان على أساس أن تتخلصوا يعني تعقمون بس نفس تحمون صحتكم. بالتنظيف والتعقيم خاصة المنزلي دائما أو في أي مكان ابدأوا من فوق لتحت ومن الداخل للخارج عشان تتخلصوا
تخلصوا من كل الميكروبات أو الجراثيم، لا سمح الله ممكن تسبب لكم أمراض. في برنامج مخصص للي يكون عندهم نتائج فحصهم إيجابية. إذا حتى اللي ما تظهر يعني نتائج فحصهم إيجابية بس ما ظهرت عليهم أو أعراض أو كانت أعراضهم معتدلة خفيفة، هذا يطبق عليهم برنامج العزل المنزلي. هذا مقدم من دائرة الصحة، يسجلونهم في المستشفيات، يقدمونهم التطبيب عن بعد، يحطونهم ساعة يراقبونهم فيها وين يروحون وين يرجعون، يوفرون لهم كل احتياجاتهم، أكل، اللوندري، غسيل، مراكز صحية، محتاجين أدوية، محتاجين شيء، بس كل اللي عليهم يعطونهم أرقام تواصل، كل اللي عليهم هم يلتزمون بهذا البرنامج لأنه برنامج جدا مفيد لأنه يحد من انتشار المرض واحتواء الجائحة. طبعاً لما يطبق برنامج العزل المنزلي يطبق على المرضى اللي هم البالغين اللي أكثر عن 18 سنة، اللي مثل ما قلنا لهم عندهم أعراض بسيطة أو ما عندهم أعراض بالمرة بس أكيد حامين يعني عندهم الفيروس موجب وتم فحصهم. طبعاً إحنا راح نتطرق على موضوع متى نأكد أن الشخص مصاب أو لا. الشخص يكون متعلم ومسؤول وملتزم بتنفيذ إرشادات العزل المنزلي، وطبعاً يكون موجود في مكان مهيئ للعزل دورة مياه منفصلة. هني احنا نقول حق الناس التزموا بالعزل المنزلي في بيوتكم افضل، لان في ناس شو تروح يقول لك والله لا انت وفر لي مكان للعزل انا ما عندي مكان. طبعا انا احنا نفضل ما نروح، لا في دولة مقصرة موفرة اماكن للعزل اذا الشخص ابدا ما عنده بيئة مهيئة. فنحن نقول دائما افضل لك بيئتك، افضل لك مكان بيتك يعني بينك وبين اهلك بس معزول في غرفة يعني. فاذا ناس وصلت لمرحلة ما عندها بالعكس دولة مقصرة راح تلقى لها مكان حق العزل إن شاء الله بإذن الله. الحين على موضوعنا الأهم والأساسي اللي هو العودة إلى العمل. كيف الحين نرجع للعمل بأسلوب جديد بممارسات جديدة عشان نساعد كل الجهود اللي قاعد تعمل في موضوع انتشار العزل؟ ويمكن أنتم ممكن تسمعون حتى نحن الحين راح نرجع للعمل بشكل جديد، لأن الحين صح لو لاحظتوا تشوفون لاحظتوا خطة الجائحة نوعا ما الأعداد باقية إن شاء الله أن بإذن الله تخف، ولكن يتوقع أن في آخر السنة ممكن ترجع، ممكن مش أكيد. فلازم نكون محتاطين. خلاص نحن الحين عرفنا مرينا بجائحة، تعلمنا يعني تعلمنا دروس وعبر من هذه الجائحة، ومهم جدا أن نلتزم بهذه فأول شيء عندكم لازم تتأكدون أن برنامج الحفظ برنامج الحفظ راح اتطرق لها بعد شويه شو عباره عن شو. شيء ثاني جلسه التعلم الالكتروني هاي مثل ما قلت لكم انا لان اتفقنا على مع بعض من قبل على الموضوع، فخلصون جلسه التعلم الالكتروني هذه، وبعد ما تخلصون الجلسه هاي في استبيان راح تبعث لكم اياه الاخت شمه تعبونا اياه. بعد ما تخلصون الاستبيان راح توصلكم شهاده انكم انتم خلصتوا التعليم عن بعد التعليم الالكتروني، تثبتون فيها لجهتكم انكم انتم خلصتوا هذا المتطلب، انتم فاهمين كيف تتعاملون في العمل، انتم عارفين كيف تعايشون وترجعون تعيدون حياتكم بسلاسه وعندكم الثقافه والوعي الكافي. رد عند وزير الماي والصابون لازم يكون متوفر في مكان العمل، فالخدمات المسانده لازم تعمل جهدها انه يكون كل التدابير الوقائيه موجوده ومتوفره مكان العمل عشان ما يروح موظف يقول ما عندنا ماي صابون مش موجود متوفر. فمن الحين نقول يتوفر المعقم طبعا في كل اماكن المكاتب في المداخل في كل مكان. طبعا نحط ملصقات اللي هي تشجع على نظافه اليدين وقت الانتشار، يكون في تامين للمنادي للحاويات القمامه ودون ما نلمسها، يعني نحاول ان نلمسها من ريل يعني على اساس ان نتخلص من ما نكون في لمس مباشر باليد. يكون التزام بنفس الكمام باستمرار في أماكن العمل الجماعية. في ناس تقول أنا ما أقدر أتحمل، أنا عم حتى أنا ما أقدر أتحمله. لما نكون في مكان بروحنا نشتغل نقدر ننزله، من الأماكن اللي فيها كراودد خاصة لما إحنا نكون جايين من داخلين على طول كلنا فينا نوصل المكتب كنا بروحنا ومشكلة عندنا ناس أبعد عن مترين منا ممكن ننزل شوية عشان التنفس. عدم المصافحة مثل ما قلنا التواصل بالطرق المبتكرة. التباعد الجسدي لازم يكون أقل شيء مترين. لو تكلمون أشخاص لازم بينكم وبين مترين. فمعناته شو؟ معناته حتى البيئة راح أعيد ترتيبها
وبعده. الأدوات المكتبية، الواحد يستخدم أدواته بروحه، إذا اضطر استخدام أدوات مكتبية لأحد لازم يكون معقم عنده والوايب ينظفه، يتأكد ينظف يديه قبل وبعد الاستخدام. أفضل يكون كل واحد له أدواته الشخصية بروحه. تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار، خاصة الأماكن اللي فيها مراجعين، هذه لو يكون فيها مراجعين هذا كل ما يطلع مراجع ويدخل لازم تنظف، كل ما يطلع مراجع ويدخل لازم تنظف. خلاص هذه الموضة الجديدة والله يعين الجميع، ولازم نلتزم فيها أساسي، تأكد لنا وتضمننا أن البيئة كلها المحيطة فينا ما عليها إن شاء الله بإذن الله خطر لكم، للشخص اللي موجود وللشخص اللي بعد متعامل معكم. نتأكد مقابض لحتى تروحون لأدق التفاصيل، مقابض البيبان يعني كل أشياء ممكن تنتبه لها، الهواتف اللي نستعملها، كل الأغراض اللي نستخدمها لازم تعقم باستمرار، والأماكن اللي نشوف فيها أوساخ، فيها غبار، فيها أوساخ، هذه لازم تنظف تطهر بالماء والصابون والمعقمات الأخرى. شو بعد في إرشادات ممكن نلتزم فيها؟ طبعا في إرشادات أنا ما يوصلكم الدليل ولا ما وصلكم، بس بتأكد إن شاء الله مع الأخ شماء أنه يوصلكم إذا ما كان وصلكم. في هذه الشريحة فيها كل معلومات إضافية في هذا الدليل، أن لما أشخاص الحين من البداية نقول الشخص إذا كان مريض يخبر مسؤولا باسر ميل يعني عنده الأعراض التنفسية، كحة، يعني عاص، عنده رش، عنده تعبان، عنده حرارة، عنده عياء، تعب شديد، ميل الدوام، يخبر مسؤولا باشر ويروح أقرب مركز صحي ويبحث عن الكورونا، يتأكد أنه ما في كورونا، وإذا كان مخالط أو شيء يتطبق عليه 14 يوم قبل ما يداوم. طبعا دراسة الموارد البشرية عندكم لا تكون مرنة بحيث أنها ما تخليهم يجون، أفضل عشان ما يعدونكم ولا أنهم يزيد عليهم هم بعد المرض. الشيء الثاني، في حال الشخص اكتشفته في المكان العمل عنده أعراض يعزل في غرفة، يكون طبعا المفروض أنه يكون لابس قفازات، يعني لابس كمامات وقفازات، وتكلمون الجهات المعنية اللي هي 817 اللي خط استجابة، بحيث أنه شو التصرف. طبعا هو أفضل تصرف يروح لأقرب مركز صحي، بس إذا أنتم حابين أكثر احترازيا تتأكدون من الرقم هذا، وهو راح يدلكم على شو الإجراءات اللي تعملونها. يكون في غرفة منفصلة، ويكون أفضل يكون في المكيف منفصل وفيها جيدة التهوية، يعني وما حد خلاص يتعامل معاه لحد ما ياخذ العلاج إن شاء الله لازم، ويروح بيته خلاص ويطبق عليه شو ما كان من برامج مناسبة له. في حال كان الثقافة اللي أنا قبل شوي كلمتكم لازم على طول مستمرة، نبغى ابتكار من عندكم، نبغى تقولنا والله نحط لهم تفريش سيرفر يذكرهم بنظافة جديدة، نحط لهم مصفقات، نسوي لهم نشاطات معينة، على كيفكم، هذا راجع للمؤسسة. بس كل اللي عليكم أن تحرصون على أن ترفعون التثقيف والتوعية لدى موظفينكم، بحيث أن كلهم يكونوا ملتزمين وما يكون أي كرسة لا سمح الله لعودة الإصابة وزيادة الإصابات تسبب العودة إلى العمل. بالعكس المفروض أن نحاول نرد مرة ثانية الحياة الطبيعية، ونحتوي هذا الوباء يظل وباء يعني متمركز في أماكن معينة فقط وليس منتشر كجائحة. طبعا المحافظة على الصحة خلال سير الأعمال هذه مهمة في موضوع الاجتماعات. الحين إذا الاجتماع أكثر عن 2 أو 3 ما يحبذ يكون مباشر، أفضل نسويها بالطريقة اللي نسويها عن بعد أساس أن نقلل الازدحام والتجمعات وفرص انتقال الفيروس لا سمح الله. نحط موضوع سياسات التباعد الاجتماعي، يعني نحط في المؤسسة، نحط مثل الدوائر هاي اللي بينها مترين لمترين، لما يكون في كيو معين لازم يكون فيه، لما يكون عند المصعد المساحات، هاي المسافات مهم جدا في المصعد نفسه نحافظ على مترين على اساس ما يكون في اي مجال للازدحام. البيئة الصحية مثل ما قلنا تكون جيدة التهوية، ويكون فيها ثقافة باستمرار الخدمات المساندة، الله يعينهم الفترة هذه علينا، ولكن ما عليه بعد الشغل راح يكون ممتع ان شاء الله باذن الله. الاداب الجهاز التنفسي مثل ما قلنا، نظافة اليدين عند الموظفين والعملاء وزوار موقع العمل مهم جدا، ما نطبقه هذا بس علينا، نطبقه بعد على جميع الزوار اللي يجونا او يتعاملون تعاملين معنا، عشان بعد ما نسمح لاي فرصة انتقال المرض لا سمح الله لنا. يعني احنا نخدم تقدمون خدمات كل الدماء، كل المؤسسات تقدم خدمات، الله يعطيهم الصحة والعافية، فمسؤوليتهم وسلامتهم صراحة نعتبرها واجب عشان
المنتدبين احنا قاعدين نقدم هذا التثقيف والتوعية. فاذا بس مراجعة سريعة، اذا كان في اعراض نختار المسؤول مباشر، اذا كان الشخص مريض قبل ما يرجع خلاص اثبت انه مصاب قبل ما يرجع لازم يشاور مقدمي الرعاية الصحية يقولهم هل انا حالتي تسمح ارجع للعمل، وهم يخبرونا نعم تسمح او ما تسمح. طبعا اذا كان الموظف عنده حد في بيته اكبر عن 60 سنة او عنده امراض مزمنة يعني اكثر عرضة، هذين المفروض ان يطبق عليهم دوام المرض، يا ان يشتغلون من البيت يا ان يعني خلونهم اخر ناس اللي يرجعون للعودة للعمل بعد ما تستقر الاوضاع كلها. ليش؟ لان هذين بعد احنا ما نباهم يكونون ناقلين لهذه الفئة لا سمح الله يسببوا لهم يعني مضاعفاتهم في غنى عنها. او انهم ممكن يقول لك لا انا والله هو يمكن يقول موظف لا انا اريد ارجع. اذا انت بس تحط ببالك تكون حذر في التعامل مع انك انت تحافظ على صحتك وتتبع كل الاجراءات عشان يوم ترجع عند هذه الناس ما تكون انت بؤره للانتشار. فمهم جدا نحط ببالنا هذا الموضوع. التنقل انتبه، بروتوكولات اتباع بروتوكولات السلامه والارشادات الاحترازيه عند استخدام المواصلات العامه. نحن صراحه ما نفضل استخدام المواصلات العامه سالفه، لكن اذا اضطريتوا تباعد جسدي المومترين الكمام يحطون المعارض تفعلون تتجنبون تكون بعيد عنهم. استخدم وسائل النقل الخاصه بس حيث ما امكن، يعني افضل لك وسائل التنقل الخاصه فيك خاصه في هالفتره. لما تدخلون المبنى انتبهوا على انه بيكون في كيو، بيكون في نوعا ما ازدحام. ليش؟ لان الحين معظم المؤسسات طبقت موضوع تاخذ الجهاز الكاشف الحراري، فبتاخذ وقت لما تدخل لما تعقم يديك. فانتبه انك انت في الكيو ما توقف وايد في الازدحام، تحافظ على مسافه المترين. بعد ارشادات العمل طبعا في هنا انا اختصرت لكم الدليل هذا، في الدليل هذا ممكن ترجعون تذكرونه بتلقون وايد معلومات اكثر عن اللي تكلمنا عنها. هاي تقريبا غطيناها كلها. المصعد ما عليه تطولون بالكم، احنا انا كوحده تعزز النشاط البدني حابه موضوع الكورونا هذا لانه ياب اشياء ثانيه اللي هي ايجابيه بحيث ان احنا نهتم بالنشاط البدني. فناس ما كانت تهتم باستخدام الدرج، الحين فرصتكم تستخدمون الدرج لانه هو اسلم لكم في نفس الوقت يعطيكم صحه في تعزيز النشاط البدني. طبعا انا عارف ان في ناس ما تقدر تستخدم مصعد، ما في مشكله، بس بيكون الموضه الجديده الحين انها تطول بالها شويه لما تدخل المصعد تنتظر، بحيث ان الطاقه الاستيعابيه في المصعد لازم تكون يعني احد اعلى 3. ليش؟ عشان نحافظ على مساحه المترين. في مصاعد كبيره تتحمل 4، تاكدوا ان تكون في مباعده والتريون عادي تحمله وتريه ولصحتكم وسلامتكم. ممكن يكون في تاخير بانك تستخدم المصعد هذا اذا استخدمت المصعد الصح. تجنب لمس الاجراس، واذا لمست على طول في تعقيم، وتجنب انك تعطس وتسعل في المصعد من غير ما يا تحط الكوع او تستخدم الكلينكس. مهم جدا هذه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه. طبعا الحين في انتم عندكم تعرفون ان في متعاملين راح يجونكم، متعاملين راح يوصلون قصاص. اهتموا وايد بالتدابير الوقائية للعميل المستهلك. مهم جدا أن لما أنت تستقبل طلبات أنت نفسك تحافظ على التباعد، أنت نفسك تكون لابس قفاز وكمام، وهو الشخص يكون لابس قفاز وكمام. أي غرض استخدمته تتخلص من الكبر وتعقم يديك. دائما الدفع يكون إلكتروني، لا تحاول تتجنبون تلاوز او انتم عين على السلع والاوراق النقديه. وايد مهم الموضوع هذا لكم، يا تلقوا لكم اليه بحيث انه يكون في تعقيم باستمرار او رش على هذا الاوراق، او ان انتم تخلون في الامور الحين الفتره هاي الكترونيه بحيث انه ما يكون في اي مصدر لانتقال العدوى. نيجي على موضوع تعزيز انماط الحياه الصحيه. في سؤال يعني وصلني صراحة سؤال جوهري، وهو هذا مهم جدا عندنا نركز عليه لأنه هو أمر جوهري في تعزيز المناعة. لأن المناعة لما نعززها يا بنحمي أنفسنا من أن فينا أي إصابة، يعني الإصابة نصيب ما بيحس فيها جسمنا لأنها تكون حارها، ما بنحس أصلا أن نحن صرنا فيها، يا أن بدايتنا
الأعصاب بشدة راح الجهاز يتقلب عليها وفينا أعراض وبعدين نشفى إن شاء الله بإذن الله مثل حالات الشفاء الوايد اللي شفتوها. كيف نعزز المناعة؟ تكلمنا عن النشاط البدني. تخيلوا يا إخواني 30 دقيقة من النشاط متوسط إلى عالي الشدة يوميا، شو كان النشاط؟ بس أن تخلي قلبك يدق درجات زيادة يعني عن 100، وأن تحس بعمرك فعلا أجهدت وتعرفت لمدة 30 دقيقة، هذا يعزز الجهاز المناعي يوميا. عندكم الأكل الصحي، الأكل الصحي خاصة الخضروات والفواكه والأطعمة اللي هي تعزز المناعة وشرب المياه، هذه كلها تعيد التوازن للجسم وتقوي المناعة. الشيء الثالث اللي هو الإقلاع عن التدخين. للأسف وايد حالات عندنا مرتبطة بوفيات لمدخنين عندهم مضاعفات لأن جسمهم المناعي كان جدا ضعيف، ولما ياهم كورونا للأسف قضى عليهم. فننتبه لموضوع الإقلاع عن التدخين لأنه مهم جدا. أدري الموضوع مش بسيط، بس نحاول المدخنين يحاولون قد ما يقدرون أن هذه فرصة نبههم بالأضرار كبيرة للتدخين، فيحاول أنه يوقف بالتدريج أو إن شاء الله بإذن الله مرة واحدة. والناس اللي ما بدأت لا تبدأ، تحاولون أن تزرعون في الأطفال من الصغر أن هذه عادة جدا خطيرة للمناعة وتأثر جدا على الإصابة بالأمراض من مختلف الأمراض. الشيء الرابع اللي هو المحافظة على السيطرة على الضغوط ومكافحة التوتر. الحين التفكير الإيجابي هذه موضة العصر، لازم تحافظون على الصحة النفسية، لأن أثبتت الدراسات بعد أن في ارتباط وثيق ومباشر بين الصحة النفسية والجهاز المناعي. كل ما حسنت الصحة النفسية وشعرت بالسعادة وفكرت بإيجابية، كل ما زاد عندكم هرمونات السعادة والهرمونات اللي هي تقوي الجهاز المناعي. شو ما كانت من أضرار أو أمراض ممكن فيكم راح تواجهونها بقوة لأن جهازكم المناعي قوي. الشيء الخامس اللي هو النوم الصحي. لا تستهينون بالنوم، المفروض أن نركز على موضوع النوم، مش أقل عن 7 ساعات للأكبر، مش أقل عن 7.5 ساعات في اليوم. إذا 8 و9 هذه خير وبركة. فالنوم هذا سبحان الله سحر. لما تحافظ على جدول نظام نوم مستمر ومنتظم راح نفس الشيء يعزز الجهاز المناعي عندك وراح تكافح الأمراض. الشيء الأخير طبعاً اللي هو ناتج عن جميع اللي قلناه، المحافظة على الوزن الصحي. الوزن الصحي راح ينتج عنه لما تلتزم بكل الأنماط هاي اللي قلناها، راح توصل لمرحلة حتى لو طال الزمن راح توصل لمرحلة الوزن الصحي، وهو راح تحافظ عليه للوقاية من الأمراض المعدية، تصدي عفواً للمضاعفات الأمراض المعدية والوقاية من الأمراض المزمنة. طبعاً هذا كانت كل المحاضرة. الحين بنطرق لي جزئية أسئلة. طبعا أنا بس بقول لكم أسئلة اللي توصلنا، طبعا أكثر أسئلة شائعة اللي توصلنا، من هم أكثر فئات المعرضة للإصابة بالمضاعفات؟ ذكرتها سابقا وراح أذكرها الحين بالتفصيل. الفئات اللي هم أشخاص أكثر عن 60 سنة، هذين اللي يصيرون مضاعفات. انتبهوا، الفيروس ممكن يصيب جميع الأعمار. هاي الفئات اللي ممكن تصاب بالمضاعفات الخطيرة والوفيات لا سمح الله. الفئات الأخرى اللي هم عندهم أمراض مزمنة مثل الربو، مرض الإسهال الرئوي المزمن، أمراض القلب، أمراض نقص المناعة، ناس تأخذ علاجات السرطانات، ناس اللي زارع أعضاء الأخرى، السمنة المفرطة اللي هو مؤشر كتلة الجسم أكثر عن 40، الحالات الصحية المزمنة مثل السكر، الفشل الكلوي، أمراض الكبد، النساء الحوامل، النساء المرضعات، الأمراض النفسية، الناس اللي عندهم قصور في القلب، هذه لكنهم ناس أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات، فركز على هذه الجانب. عفوا، ما هو تطبيق الحصن؟ نفس الشيء الحين نحن تطرقنا له. تطبيق الحصن نحن نشوف اليوم مسؤولية. ليش؟ لأنه يساعد كنت تحمي نفسك، تحمي أحبتك، وتحمي مجتمعك. لما تروح تعمل الفحص وتنزل التطبيق راح يعطيك التالي: إذا كانت اللون الرمادي نتيجة الفحص غير متوفرة، إذا كان أخضر يعني أنت خضعت لفحص ونتيجتك سلبية يعني ما فيك شيء الحمد لله طبيعي، العنبري أو إحنا البرتقالي عندنا أنه لازم تعيد الفحص أو ممكن تكون أنت تعرضت للفيروس.
الأحمر أنت نتيجة إيجابية يعني، ولازم تتواصل مع الجهات المعنية، وأصلا راح هم بعد يتواصلون معك. كيف يشتغل برنامج الحصن؟ برنامج الحصن عبارة عن أنك أنت تشغل بلوتوث، والناس اللي تكون حاطة البرنامج بشغلة البلوتوث. الحين أي مكان رحت إذا أنت عندك الحصن، هو عنده الحصن، أي مكان رحت هو طلع مصاب، وأنت وكنت أنت على مدى أقل عن مترين، وكنت أنت مطبق عليك المخالط، ليه؟ راح يتصلون يعني لما هو يكتشفون أنه مصاب، راح يكون في تليفونه راح يلقون الأرقام كلها اللي كانت قريبة منه، راح يتصلون يتواصلون معهم عشان يتأكدون هم صح، يفحصون ويتابعونهم، وبذلك يفتون المرض كله ويتأكدون من تتبع المرضين بدقة. الحين في موضوع كيف أتسوق بشكل آمن؟ الحين نفس الشيء، إحنا رجعتينا للعمل، رجعينا للسوق بعد. فموضوع التسوق بشكل آمن مهم جدا، وتحت وفتحوا المراكز وهذا الحياة ترجع بالتدريج لطبيعتها. نفس الشيء نختار الوقت اللي ما في، أول شيء نختار الوقت اللي ما فيه زحمة، قد ما تقدرون روحوا الأوقات اللي ما فيها زحمة، حطوا ببالكم كمام وقفاز، خاصة أنكم تأخذون أغراض. أنا الكمام القفاز ما أقول لا يلبسونه في كل الأماكن، بس الأماكن اللي بتروحون فيها فيها سوق أفضل تلبسونها. بس دائما أتذكر ترى القفاز لا تنسون نفسكم وتلمسون عيونكم، لأنه ممكن يكون متلوث، فانتبه ما نلمس إيدينا عيننا أو الأنف أو الفم إلا لما نكون نظفين إيدينا أو معقمينها تعقيم تام. طبعا نستخدم الدفع الإلكتروني، المقابض، أي مقبض استخدمناه لازم نعقمه قبل. طبعا إذا كنا لابسين قفاز ما في مشكلة، بس بعدين طبعا تتخلصون من القفاز قبل ما تطلعون من المركز. المصاعد تكلمنا عنها شو التدابير الوقائية لها، ومثل ما قلنا نحافظ على التباعد بيننا وبين الناس مدة مترين. لما نوصل البيت نتأكد أن نتخلص من الأكياس، ونتأكد أن كل الأمور اللي نستخدمها معقمة، ونحن نغسل يدينا بالماء والصابون. وهاي الطريقة إن شاء الله بإذن الله راح تتسوق بشكل آمن، وما راح تترك فرصة للفيروس أن كيف يتم إبطاء سرعة انتقال عدوى انتشار المرض؟ طبعاً الحين التسطيح المنحنى لوباء بيصنع في مناطقكم. أهم شيء هو موضوع التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي اللي هو مترين، مش أقل عن مترين، لأن لقوا أنه إجراء الوحيد الفعال لتقليل حالات الإصابات وعدد الوفيات. ليش؟ لأن لا لحد الآن لا لقوا لقاح ولا لقوا علاج، وكل يوم في متغيرات لهذا الفيروس. فأفضل واحد يقول لك يسلم، يحافظ على التباعد الجسدي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني هذا اليوم نحن طريقة فعالة اللي فعلا أثبتت فعاليتها، فنلتزم فيها جميعا. وأصلا هي مثل ما قلت لكم من آداب وتدابير وقائية لمحافظة على عدم انتشار أي عدوى تنفسية بشكل عام. ماذا أفعل إذا خلص مصاب بمرض كوفيد 19؟ طبعا هذا على طول مفروض أنكم أنتوا تبلغوا، يعني أول شيء تعزلوا نفسكم 14 يوم، تشوفون أعماركم، طلعت عليكم أعراض، تروحون تكلمون خدمة استجابة اللي خبرتم عنها 8177، هم بيرتبوا لكم فحص، كنتوا خايفين ومش موت كان تحملون، اطلبوا نفس الشيء استجابة وقولوا لهم أنا مخالطين وراح يرتبوا لكم الفحص. طبعا ما عرفتوا أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هذيلا إذا على طول خلصوا وهذيلا على طول يروحون يفحصون، ما تتريون، خاصة أنتم انظروا الرسالة هاي الله يرضى عليكم، أساس هذيلا أكثر يكون عندهم مضاعفات، إحنا نخاف ما حد يدريبهم ويوصلوا المضاعفات وبعدين ما نلحق عليهم ونقدر نساعدهم. الحين تعريف المخالط، شوف المخالط، المخالط أي شخص يقترب من شخص ثاني مصاب ثبت إصابته بمسافة أقل عن 4 متر لمدة 15 دقيقة. اوكي طبعا او اكثر، عفوا اكثر عن 15 دقيقة في خلال العمل، خلال الدراسة، في البيت، قبل يومين من ظهور الاعراض، وبعد خلال ظهور الاعراض. فمهم جدا نفهم شو المخالط عشان نعرف نحن متى يطبق علينا هذا الموضوع. ما هي فترة حضانة المرض؟ يمكن سمعتوا عنها قبل. فترة حضانة هي الفترة، هي شو يعني فترة حضانة؟ يعني هي فترة الإصابة، بين فترة الإصابة لين بداية ظهور الأعراض السريرية. هاي طبعا درسة وايد، وحتى المنظمة الصحة العالمية مرة تقول يومين، مرة تقول ثلاثة. آخر المستجدات اللي وصلت لنا هي من 5 أيام
الإنسان عشان تقولكم إذا خلصتوا خلكم طبقوا على نفسكم الحجر الصحي أو حتى يجيب من سفر أنتم شاكين فيكم أنه ممكن تكونوا تعرضتوا للفيروس، الأفضل أنكم أنتم يطبق عليكم الحجر لمدة 14 يوم. في أرقام مهمة لازم تعرفونها من دائرة الصحة في 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 سؤال يعني على شو أهم المستجدات، تدخلوا لي على الموقع الإلكتروني دائرة الصحة فيها آخر المستجدات اللي هي تخبركم كم عدد الحالات الحالية في الإمارات في الدول الأخرى، كل المعلومات اللي حابين تعرفونها. اليوم أنتم سمعتوا عندي شيء وما فهمت زيادة وما تفهمون أكثر، في شات بوكس عندهم تسألونهم أي سؤال تبون تعرفونه. الشرطة في أبوظبي عندكم في حال كان في تبون تبلغون عن مخالفات أو تدابير احترازية تبون تستخدمون تصاريح عندكم إياها. مركز العمليات الخاص بالمدن العمالية الصناعية إذا بغيتوا لهم تصرفات معينة وتبون تخبرون عن حالات مشتبه حقهم هذه العمال تتصلون على هذه الأرقام اللي هم 9. البلاغات لتهدد الصحة والسلامة الغذائية، البلاغات اللي هي خاصة أو الطلبات اللي خاصة بالمساهمات التطوع، وطبعا أي شيء عام تبون حتى تحفظون هذه كلها. إذا ما تقدرون تحفظون هذا كله بس تحفظوا لي 800-17-17 لأن هذا هو خط استجابة في إمارة أبوظبي الخاص بالتصدي لفيروس كوفيد 19، وهو راح يخبركم وين الأرقام الأخرى اللي ترسلها بحال كنتوا نسيتوا الأرقام الأخرى. في حال هذا كنتوا في إمارة أبوظبي، في حال كنتوا في الإمارات الأخرى عندكم وزارة الصحة وقاية المجتمع 811، وعندكم هيئة صحة دبي اللي هي 8342. هاي هي كلها خطوط ساخنة للتصدي لكوفيد. نحن في مركز أبوظبي للصحة العامة لأجل صحتكم وسلامتكم موجودين في كل وسائل التواصل الاجتماعي على راحتكم. وين تبون تتواصلون معنا حياكم الله، وممكن تضيفون رقم الواتساب هو اللي هو 0562312171. هذا لما تضيفونه اطلبوا منهم يرجى الإضافة، راح يضيفونكم راح يوصلكم في الواتساب تحديثات أول بأول بالأخبار بالأهم الأحداث بكل شيء يخص موضوع كوفيد أو يخص الصحة العامة بشكل عام. نحن جميعا نتمنى أن نكون قدمنا لكم الدورة بفائدة، ونتمنى بعد أن الناس اللي تحب تتعلم أكثر في دورات مقدمة أكاديمية أبوظبي الحكومية بالتعاون مع جونز هوبكنز ممكن تدخلونها free of charge، هذا عندكم الرابط تحت. ممكن حتى نبعث لكم إياه عن طريق كورسيرا، أكيد سمعتوا عن برنامج كورسيرا أو نظام كورسيرا للتعلم المستمر، فممكن تدخلونا عشان تتعلمون أكثر عن موضوع كيف تتبع مخالطين حالات كوفيد. في النهاية أنا حابة أشكركم على حسن الاستماع، وأرد أركز يا جماعة الخير كونك أنت جزء فعال من المجتمع يعزز من المسؤولية المجتمعية لديك، فبقاؤك في المنزل والتزامك بالتدابير الوقائية هو كل ما عليك فعله، وهذا هو اللي ترد فيه الجميل لهذا الوطن وتبين لأن أنت اليوم التزمت وفعلا خليتوا لكلكم تعاونكم وتضافر الجهود خلينا الإمارات تطلع في أحسن صورة وتكون دائما أفرادها يتمتعون بالصحة والسلامة. ذكروا أن التزامكم راح يساهم بشكل كبير في انحسار الفيروس إن شاء الله بإذن الله، ولنعمل معا من أجل مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، والحين اذا عندكم اي سؤال انا حاضره. يعطيك العافيه دكتور عائشه، الله يعافيك. بس احب استاذ اركز اذكرهم ان احطي لهم لو سمحتي دخل شمه في المحادثه الرابط للسيرفي او الاستبيان، لان هذا الاستبيان لما تبعثونه وتاكدوا وتحطون اسمكم وايميلكم، لان لما تحطون اسمكم وايميلكم راح يوصلكم شهاده، اذا ما حطيتوا اسمكم وايميلكم ما راح يكون عندنا واضح كيف نكتب لكم شهاده وين نبعث الشهاده. فمهم جدا في السيرفي نفسه وين مخصص لكم الاسم يكون اسمكم واضح كيف ما تبونه يطلع في الشهاده، ويكون عندكم الايميل الواضح عشان يوصلكم ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله. دكتوره بس في اسئله بعد من المتواجدين، بس قبل كل شيء ممكن تعيد لنا رقم الواتساب عشان اسجله هنا على الشات. نعم 0-5-6 نعم 2-3-1
3-1 2-1 7-1 يعطيك الصحة والعافية.